صدف. عدنان بابا، انت شو عم تسوي هون؟ انت منيح يا ابني؟ لا والله مو منيح. سكران مو هيك؟ على الاغلب. عدنان لا تقرب مني. شو جنيت؟ أنا مجبور على هالشي. على شو مجبور؟ أنا مجبور إني أقتلك. أخي كنعان، أخي سويت يلي طلبته، اعطيني السيدي. حلال عليك، برافو، وصلته لابوك بثلاث رصاصات وخلصت عليه. اعطيني السيدي رجب. ما راح اعطيك شيء عدنا، انت من يوم ورايح راح تساوي اللي بقلك عليه وبس. يلعنك عديم الاصل. لك انا عديم الاصل؟ قتلته لابوك؟ لك رجب. يلا تحرك.